صلى وانا بنا كرماتي للا فاطمة صلى وانا بنا سيدي سالانا غير صلى وانا بنا كرماتي للا فاطمة صلى وانا بنا مولاي محمد والله يا نبينا يا رسول الله سيدينا من محمد يا رسول الله سيدي داوي رسولي يا رسول الله موسم من داكشي مزيان فرحانين فيه الخيل زادوا فيها الفراجة زادت فيها بزاف الناس ما يشوفوا بعينيهم هي الحمد لله بلاد مزيان يجيكم هذا الموسم البركه هذا الموسم شريف من اول زمان جدودنا ووالدينا كانوا يجيبونا ليا باقين سيدنا وكنشكروا الرئيس وشكروا المنطقة كاملة نشكروها بخير ولا خير الحمد لله. سم عاش محمد السادس وعاش رشيد بوقطايا وهذا الموسم أحسن موسم هو هذا العام واختصروا وزينوا وخدموا وبين خصايلو واللي زاروا كيمشي فرحان بالخيول بالخزاين بالناس من المباشرة الله يكمل بخير. هذا موسم البرقيج والد صالح كنجوليه وفي السلامة وطالبين السلامة للرئيس وطالبين السلامة لمحمد السادس عاش الملك زين. احكي لنا التقاليد قبل بكري كان بحال كايا من اولهم والناس بارك الله كيحتفلوا لي مزيان نساء ورجال وكل شيء واني هذا العام هذه السنة هذا العام نساهم كاملين نساهم واني اللي صوبوا رشيد بوقطايا هم بهذ العمارة وبهذ الخزاين وبهذ الفرح اللي دار بالوقفة وبالخيول وبالناس وبالتنظيم وبه الشرطة كلها واقفة وكلها منظمة وتاني السلامة طالبين السلامة اللي جاي زور ولا اللي جاي الموسم طالبين للوليدات ولا النساء ولا للرجال السلامة. معادي النور من مدينة أسوي وتنتمي لجامعة مول البرقي يعني ولد المنطقة. الأجواء ديال الموسم كنشوفوا أجواء زينة مزيان الحمد لله وكنشكروا سعادة الرئيس السيد رشيد بوقطايا على هذا التقدم لهذا الموسم والقوات المساعدة السلطات المحلية سعادة القيد كنشكروا الناس القائمين على هذا الموسم الحضور وبالنسبة للموسم هذا العام كنشوفوا فيه يعني شيء جديد هو مولف كيعمر يعني اليوم الآخر فيه يعني سعيد الرئيس سهر على هذا الشيء باش يكون يتزاد تغدى إن شاء الله ما يعني جمع نهاية الأسبوع اللي غتعطي واحد الجمالية لهذا الموسم وبالنسبة للخيل وهذا الشيء تبارك الله الخير تبارك الله الحمد لله معروف من زمان كنعرفوه حنايا من اللي كنا صغار كنا كنجوليه وبالنسبة للسنين عام على عام كنقولوا كاين تقدم بالنسبة لمحرك الخيل هذا العام كان اللي داخل الموسم اللي كان المحرك صغير وهذا العام كنشوفوا المحرك راه تبارك الله كبير وحضور الخيل كنشكروا المقدمين ديال الخيل بصفة عامة اللي هما حاضرين بقوة هنايا ونتمناو السلامة للجميع إن شاء الله. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الآن تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.